مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الفقرة الرياضية للساعة الثالثة من برنامج اليوم. اختتمت فعاليات بطولة حمدان بن محمد الدولية الخامسة لكرة القدم دون 18 عاما بمشاركة إماراتية ودولية تقدمتها أندية ريال مدريد وأي سي ميلان. كنت قد تابعت مجريات البطولة وأعددت لكم التقرير التالي. بطولة حمدان بن محمد الدولية لكرة القدم تحت 18 عاما هي بطولة التحدي لشباب كرة القدم من أجل تطوير مستوى الرياضيين الموهوبين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان لنوادي الشباب الأهلي النصر والوصل ودبي فرصة للمنافسة والاحتكاك بنوادي في قيمة فالنسيا وريال مدريد الإسبانيين وميلان الإيطالي. احتكاك بمدارس أوروبية وفرق كبار اللي قاعدين يشاركوا في الشامبيونز ليج تحت 19 سنة في أوروبا، هذه دورة اللي تعطي إضافة، تعطي خبرة، تعطي احتكاك مع عمالقة كرة القدم في القارة العجوز، استفادة كبيرة للاعبين ما هومش متعودين يلعبوا بنسق عالي بالطريقة هذه. البطولة في دورتها الخامسة من تنظيم مجلس دبي الرياضي تمثل فرصة المزيد من كسب الخبرات الجديدة في المنعرج الأخير من فترة التكوين. فريق مزير ما شاء الله عليه، شفنا كل شيء من التحركات ما شاء الله عليهم أحسن بوايد، بس الحمد لله على كل حال. شنو استفدت أنت؟ اللي استفدت منهم لياقة وتحركات في الملعب وتنقلات من مكان لمكان. I like it a lot. أعجبتني هذه الدورة وشاركنا السنة الماضية، هناك تحسن كبير في المستوى وأنا سعيد بوجودي هنا. أعداد اللاعبين بخصال الكبار على المستويين الفني والبدني بعقلية الاحتراف تنطلق أيضا من الاهتمام الدائم بإعطاء الفرص العديدة والمستمرة للناشئين لمنافسة من سبقهم بمستواه ولو بمحطات تبدو بعيدة. أهمية بارزة تطلع بها دورة دبي الدولية لكرة القدم هنا، أهمية تكمن بالأساس في إعطاء الفرصة للنوادي الإماراتية الشابة لمقارعة نوادي لها من تقاليد اللعبة الشيء الكثير لتجميع خبرة المستقبل ومنافسة النوادي الكبرى في العالم. نبيل المعلاوي لليوم على الحرة دبي. أعزائنا المشاهدين، في سباقات أغاني الصيف وألبوماته لنا وقفة خاصة مع فاتن بعد فاصل قصير، سعداء جدا ببقائكم معنا.